الفنانة والشابة نوميديا الزول تلتحق رسميا بتلفزيون الآن، القناة الجزائرية الفضائية الجديدة. الفنانة المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وعند ظهورها في أي بلاتو تلفزيوني، هل ستقلب الموازين وتعود إلى رشدها؟ التفاصيل بعد قليل. كشفت مختلف حسابات تلفزيون لينا الجديد عن التحاق الممثلة الشابة المثيرة للجدل نوميديا الزول بطاقمها، حيث ستقدم ركنا في برنامج تلفزيوني بحسب الأصداء التي وصلتنا قبيل الإعلان الرسمي عن الشبكة البرامجية الرسمية والنهائية لهذه القناة الفضائية الجديدة التي يديرها ويشرف عليها سمير بوجاجة، صاحب النجاحات في قناة الشروق وقناة الجزائرية وان في وقت سابق. وتظهر في البرومو التشويقي الجديد الذي بثه تلفزيون لينا عبر مختلف الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور الممثلة الشابة المثيرة للجدل نوميديا الزول في البرومو، كما تم نشر صورها على حساب القناة على الفيسبوك والإنستغرام. يشار إلى أن نوميديا الزول كانت بطلة وأحد أبطال السلسلة الكوميدية والسيت كوم الأنجح في شهر رمضان الفارط، وهو طيموشا، حيث جسدت دورا مناسبا لشخصيتها ولقيت استحسانا كبيرا، خصوصا وأنه عرض على التلفزيون الجزائري ولم يكن له تقريبا أي منافس في مثل هذه السيت كوم الخاص بالفكاهة بلمسة جديدة من المخرج يحيى مزاحم. هذا وقد أعلن تلفزيون وقناة لينا عن انطلاق بثه التجريبي، وقال بأنه تلفزيون وقناة شاملة عامة موجهة لكافة الجزائريين والمنطقة المغاربية، تطمح لتقديم إضافة بصرية وثقافية من خلال برامج متنوعة تعبر عن تنوع واختلاف الموروث الثقافي الجزائري، كما تهدف لأن تخلق فضاء تحاوريا يساهم في بناء وعي المشاهد بما يتماشى مع طموحات الجزائريين. ويعتمد تلفزيون الآن على عدة وجوه، من أبرزها ليلى بوزيدي، وفي المجال الكوميديا على نوميديا الزول ونجم دار ناشو